تحت شعار حلوه، البدايات كلها حكايات. تشافي بيفوز باول مباراه ليه مع برشلونه ضد اسبانيول، ده اللي الناس كتيره جدا قاعده تتكلم فيه امبارح. وتشافي يا جماعه الشوط الاول برشلونه كان اقرب لبرشلونه نسخه 2009. يا جماعه تشافي بيقدم عظمه مع برشلونه، اللي هو ايه هو تشافي لحق يشتغل يا اسطى؟ يا اسطى انا عارف ان احنا عندنا طاقه ايجابيه نفسنا نطلعها، بس محتاجين نهدى كده. عشان نفس الكلام اللي قلناه على تشافي قلناه على كومان. اه والله قلناه على كومان فعلا في اول ماتش ليه، وقلنا ان كومان بيقدم افكار وكومان جاي وهيغير وهيعمل وهيسوي، وفي الاخر يعني كومان جاب لنا كلنا الضغط. فقبل ما نطلع الطلعه دي مع تشافي محتاجين نفكر ونركز شويه. تشافي من اهم عناصره اللي حطها امبارح جوه الملعب الياس اخو ماشي، اللعيب اللي طالع من لاماسيا، اللعيب اللي عنده اصول مغربيه بس حاصل على الجنسيه الاسبانيه. واتمنى المنتخب المغربي يقعد يفكر في الياس، لانه بيقال عليه ان هو موهبه لاماسيا الجديده وميسي برشلونه الجديد، عكس الكلام اللي بيتقال على عبد الصمد الزلزولي، لان عبد الصمد جاي من فرقه درجه ثانيه. برشلونه تعاقد مع عبد الصمد الزلزولي في بدايه الموسم من فرقه في الدرجه الثانيه الاسبانيه، يعني عبد الصمد مش ابن من ابناء لاماسيا، لا ده احنا جايبينه علشان خاطر حاطين فيه افكاره ان هو هيفيد الفريق الاول، ودي حاجه بتمناها جدا. فاهم عناصر اركان تشافي بالنسبه للعيبه الصغيره هم اللعيبه اللي حاصلين على الجنسيه المغربيه، دي حاجه بسطانه جدا، طبعا حاجه بسطانه جدا. زي ما كانوا اهم عناصر كومان كان بيعتمد على جافي، وكان بيعتمد على لعيب زي نيكو ومنجويزا، لان احنا خلاص يعني الشعار بتاعنا كله هنجيب مدربين يطلعوا لنا لعيبه صغيره من اللمسيه، لان احنا ما لناش فلوس. بسم الله ما شاء الله عملنا شوط اول زي ما كلهم ما كانوا بيتكلموا، شوط اول من ريحه 2009. بس الشوط الثاني بقى ايه اللي حصل؟ شفت انت ماتش برشلونه وسالتا فيجو؟ شفت المشاكل البدنيه اللي الفريق بيعاني منها؟ مشاكل بدنيه دي يابا صل على النبي، احنا يعني بنتكلم على اللعيبه اغلبها عيال صغيره وشباب، لا ما هو في فرق عزيزي بين المشاكل البدنيه والفرق ما بين السن والعناصر الشابه، لان انت لما بتعلى في الحمل البدني على اللعيبه بتاعتك بتشكل مشكله كبيره جدا مهما كان اعمارهم. فالحمل البدني اللي كان عامله سيد براخو بسم الله ما شاء الله نفخنا في الماتش بتاع سيلتا فيجو، وبان شويه الشوط الثاني. يعني الشوط الثاني رغم ان ممفيس ديباي تحصل على ضربه جزاء وقدر ان هو رغم ان تشافي قرر ان هو يبدا التغييرات بعد الهدف مباشره، الا ان بسم الله ما شاء الله الفرقه غطست وما قبتش. الفرقه زي ما كنا بنتكلم في موضوع المشاكل البدنيه فضلنا معاها، رغم تغيير جافي، رغم تغيير سيرجيو بوسكيتس، رغم التغيير اللي هو عمله في الاخر خالص ان هو طلع من جيزه ونزل مكانه اروخو. من جيزه اللي محتاجين نتكلم كتير جدا عليه، من جيزه بسم الله ما شاء الله اللعيب اللي فلح معانا كباك رايت ولا نجح معانا كمساك، فاحنا عايزين نعرف دلوقتي ايه لازمه اسكر من جيزه غير ان هو عامل دلايه في شعره، دي اللي احنا محتاجين نفهمها بصراحه. اما الاداء بتاع الفريق وتحسن مع تشافي، فبصراحه اي حد يقول لك ان الفرقه تحسنت مع تشافي هو مجرد كذاب ومجرد هباد وبيضحك عليك وبيديك حاجات من الطاقه الايجابيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لان تشافي مش ساحر يا ابني، مش هيجي اسبوع مع الفريق اسبوع بيتعرف على اللعيبه اشتغل معاهم تمرينه واحده بس تقول لي ان هو عمل شغل فني تكتيكي، مش ناقص انا عياية ولا ناقص نبر. احنا كنا نتمناه ان تشافي يقدر يطلع لنا عناصر شابه كتير من تحت، وتشافي يقدر ان هو يشتغل مع الفريق بطريقه بدنيه محترمه، بس طريقه بدنيه احنا في نص الموسم طريقه بدنيه تاني. كل حاجه بسم الله ما شاء الله تحس كلها داخله في بعض كده، يعني تيجي تعمل برنامج بدني مع الفرقه تلاقي ان انت في نص المباريات، تيجي تعمل اي شغل فني مع الفرقه تلاقي ان انت ما عندكش وقت عشان ماتشات دوري ابطال اوروبا وماتشات الدوري كلها متلاحمه. فبصراحه يا اسطى انت اللي اخترت وانت اللي قررت ان انت تسيب السد القطري وتيجي عندنا انا برشلونه، لانه حلم عمرك بقى البس يا برنس. اما بالنسبه للناس المشجعين اللي فاهمين ان تشافي فعلا ممكن يغير اي حاجه في الوقت الضيق ده، فبصراحه كمل انت معلم والله، انت معلم واحنا منك بنتعلم والله، كمل يا اسطى كمل. روح اسمع الكلام بتاع تشافي والتحولات التكتيكيه اللي حصلت امبارح في الملعب من التمرينه الواحده اللي تشافي اشتغلها مع الفرقه، كمل معاه عشان خاطر الكلام ده هيجيب لنا شلل كلنا في الاخر، وهيوصلنا نفس المرحله اللي وصلنا لها مع كومان، ان احنا السقف بتاع الطموحات عالي قوي وبعد كده نزلنا تحت الارض. ليه بقى يا باشا؟ الفرقه مستوى سيء والفرقه محتاجه شغل كتير، والشغل الكتير ده مفيش وقت انك تشتغله اساسا. عرفت ليه الموضوع صعب في برشلونه؟ اه بعد ما عرفت بقى معلش ممكن تعمل لايك للفيديو ده، معلش يعني ممكن تعمل لايك للفيديو عجبك، ولو ما عجبكش فبراحتك يا بقى اعتبره ماتش من ماتشات برشلونه بتقعد تتفرج عليها، شوط تاني في برشلونه في اي حاجه، بس عادي عدي لاخوك عدي.